بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني الاصابات كانت فتره، خصوصا بعد بطوله افريقيا كانت زادت شويه، بس الحمد لله. يعني بيرسي يعتبر كان اجهاد عام، خد راحه مع جلسه علاج طبيعي ورجع في اقرب وقت الحمد لله. وسام كان عنده شد من الدرجه الاولى في العضله الخلفيه، الحمد لله بقى له 3 ايام بيشارك مع الفريق في التمرينات. يعتبر بس باذن الله. يعني وكوكا خلاص اتضم بقى له اكتر من يومين تمرين كامل مع الفرقه، الاصابه اللي عانى بيها جزع في مشتري ما بين الاولى والثانيه مع المنتخب. ودلوقتي رضا الحمد لله بعد العمليه في كتفه رجع باكتر من 10 ايام بيتمرن مع الفرقه وشارك في المباراه الوديه والمباراه اللي فاتت. احنا بس عندنا دلوقتي خالد عبد الفتاح بدا المرحله الثانيه من التاهيل، ومحمد شناوي برضو ماشي بخطى جميله جدا في المرحله الاولى من التاهيل، وان شاء الله يعني الامور تبقى في احسن حال قريب، وباذن الله ديانج يعني نكتمل الفحوصات وناخد فيه القرار الحاسم قريبا باذن الله. طبعا يعني احنا بعد البطوله بالظبط، يعني كان كل ماتش بيبقى فيه اصابه من 2، وخصوصا كمان المنتخبات الثانيه سواء عند بيرسي او ديانج. بس الحمد لله اتعاملنا معاها بشكل سريع، والحمد لله الوقت كان في صالحنا، وربنا يكرم باذن الله يعني ويقلل الاصابات دايما. يعني بشكل عام وانت الحاجات اللي ممكن تحصل معاك في الحاجات دي. احنا الموقف عايزين نحسمه في اقرب وقت، يعني واحنا عملنا له فحوصات واحد مره واثنين، وتم عرضه على خبراء داخل مصر وخارج مصر. الاتجاه الاكبر ان احنا نتجه لجراحه مزار استكشافي بالركبه، واول ما نقرر الموضوع ان شاء الله هنبدا نعلنه باذن الله. بعد الرجوع من المنتخب كان عنده شكوى ركبته من الجزء الداخلي، وقال لي الموقف ده اتكرر معاه هناك اكتر من 3 4 مرات خلال الاسبوعين 3 دول، وعشان كده فضلنا ان احنا يعني ناخد الامر بجديه بقى ونعمل فحوصات وما ناخدش مخاطره في مشاركته. يعني لحظة راح الكابتن محمد الشناوي في المانيا. طبعا يعني الحمد لله، طبعا نشكر دكتور محمد ابو العيله، يعني كان على تواصل دايما معايا. الماتش كان احنا وقتها في الامارات خلص الساعه 2، احنا الساعه 4 ونص كانت الاشعاعات معايا، كنت في تواصل دايما مع دكتور محمد ابو العيله. الحمد لله يعني تم تنصيف اسرع وقت ان هو يطلع يعمل الجراحه في اسرع وقت وانسب وقت الصراحه لمصلحه اللاعب. طبعا مع موافقه الكابتن يعني الحمد لله تم تيسير الامور دي كلها من هناك على المانيا. الحمد لله الحمد لله اللاعب خد العمليه ما شاء الله عليه، يعني العمليه ناجحه جدا تماما، والحمد لله يعني احنا جربنا نخلص المرحله الاولى من التاهيل بدون اي مشاكل الحمد لله. يعني الحمد لله يعني احنا قربنا بس نخلص المرحله الاولى ونخش المرحله الثانيه. احنا عندنا اوبشنز كتير متاحه سواء هنا او بره او كذا بره دوله بره مصر، اللي هنشوفه افضل للاعب والمصلحه طبعا هنعمله، يعني بالاتجاه الاقرب. ممكن يبقى فيه اتجاه للمرحله الثانيه خارج مصر باذن الله. الصراحه يعني التعامل بالنسبه لي انا مريح، لان انا وانس ان اللعيب اتصاب بشخص وبحدد المده اللي انا مقررها، وبدون يعني تدخل اي حد في الجهاز الفني او غيره في ان انا ان اللعيب ينزل بدري. انا بحب انزل لعيب 100% جاهز عشان ما يتكررش الاصابه او يبقى في اي ريسك ان شاء الله، يعني 10%. فلا في تعاون كامل يعني مع الجهاز الفني الصراحه، يعني مفيش اي مشكله ما بيننا الحمد لله. يعني الاشاده دي تشمل مش احمد جواله بس، يعني تشمل الجهاز الطبي كله. يعني انا مجرد حاجه وسط الجهاز الطبي كامل الناس صراحه، يعني كل الطاقم بتاع العلاج الطبيعي وطاقم التاهيل والاخصائيين التدريب الناس كلها بتشتغل على اكمل وجه. فدي اشاده للجهاز كله، الحمد لله ان في توافق وفي عمل مستمر، ده بتبقى نجاحه يعني ان شاء الله، ونستمر على كده باذن الله. التشخيص بيبقى في خلال وقت الاصابه او كتير يوم، ده لو في اصابه عضليه بنحب نعملها اكتر من فحوصات، يعني للتاكد اتجاه 100% الاصابه دي تشخيصها. لكن يعني انا الكلام في